السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتتبعين قناة فايزة غالي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكون أموركم مزيانة. الفيديو ديال اليوم غادي نخرجوا شوية على الوصفات ديال الحلويات، وغادي نشارك معكم واحد الوجبة ديال العشاء أو غداء، يعني ديروها في أي وقت بغيتو، خفيفة سهلة، وأيضا كتحضر بواحد الطريقة سهلة وسريعة أيضا. فغادي نحضر معكم اليوم هاد القطبان هادو، غادي نعطيكم التتبيله الرائعه باش يجوكم فتيين، وايضا البطبوط، وهاد المقبله هادي اولا هاد السلطه اللي غادي ترافق لينا هاد القطبان هادو. فغادي تبقوا معايا حتى لاخر الفيديو. اذا عجبكم ما تنساوش اكيد تدعموني باللايكات ديالكم، وايضا تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والعائله ديالكم كي تعم الفائده ان شاء الله، ونتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. اول حاجه فغادي ناخذ القطعه ديال اللحم ديالنا، غادي نصوب لهم الشرموله ديالهم باش يترقدوا فيها. اولا اول حاجه كنبدا بها هي هذه، غادي درت هنا واحد الكميه ديال الربيع، القزبر والمعدنوس، واحد البصله صغيره حكيتها شلطتها عفوا مزيان كيف ما يمكن تحكوها، وواحد ثلاثه الدروس ديال الثوم كتحكوهم اولا كيف ما يمكن نقطعهم غير بالموس الصغلاض. غادي نضيف ليها ايضا الملحه. هاد التتبيله صدقوني كتجي رائعه رائعه بزاف، وكتعطيكم اللحم ديالكم اولا القطبان ديالكم كيجيوكم فتيين، ايضا لذاد، وكيجيو هشاش في المذاق ديالهم. هاتي العطريه الخاصه باللحم اولا بالشوا، كتصوب عند العطار يعني كتقول له يجمع لك العطريه الخاصه بالقطبان، كيجمعها ويطحنها. وايضا شويه التحميره اللي كتبقى اختياريه اولا بابريكا. هنا شويه ديال الزعتر غادي نحكو بيدي، بالنسبه لهذا الزعتر دائما كنجيبوه كنغسلوه كنشفوه كيبقى عندي في قريعات. وايضا غادي نضيف شويه ديال الكمون حتى هو يلاه طحنته، دائما كنطحن الكمون الا لاحظتوا غير شويه بشويه، وشويه ديال البزار يعني كديروا غير القياس هكا معلقه صغيره ولا نص معلقه. بالنسبه لهذا اكليل الجبل اولا اليزير، حتى هذا حيدته يعني في الوقت ديالو غسلته ونشفته، دائما كنحتفظ به بهذه الطريقه هذه، كيجي مع اللحم لذيذ بزاف مع اي حاجه، واخا الانواع الاخرى ديال اي حاجه بغينا نشوها مثلا ديال الداند او الدجاج، فراه كيعطيه واحد اللذه اللي هي رائعه بزاف بزاف في هذه المشاوي ديالنا. وضفت زيت الزيتون كيف ما يمكن ديروا زيت المائده. صافي هذه هي التتبيله اللي كندير، كنزيد عليها بعض المرات شويه ديال السودانيه مطحونه، ولكن هنا انا مع الدراري ما بغيتش نديرها، كتعطي حتى واحد اللذه. كناخذوا هذه القطعه ديالنا ديال اللحم وكنشرم لهم بهذه التخليطه هذه كما قلت لكم مع الاول، وكنخليوها على جنب حتى كنساليو حتى لاخر لحظه فاش كنبغيو نقدموهم عاد كنطيبوهم، يعني ما كنبقاوش نطيبوهم ونخليوهم هكا يبردوا. غادي نخلطهم مزيان وصافي، غادي ندير لي واحد البلاستيكه في على هذا الاناء هذا، ونخليها ترتاح يعني، وديك العطريه وداك التخليطه كلها اللي جمعت تدخل وتتبل لينا مزيان. ثاني حاجه غادي ناخذ ندير البطبوط. هنا درت جوج زلايف ديال الفرص الحرش، هذا الفرص الحرشه البنات، وضفت ليه زلافه وحده ديال الفينو اولا يعني الدقيق ديال القمح الصلب، شويه الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه. ضفت هنا جوج زلايف، غادي نضيف الزلافه الاولى ونبدا كنعجن، ونضيف الثانيه يعني جوج ديال الزلافات نفس العبارات باش عبرتو، جوج ديال الدقيق طحين الفرص، وحده ديال الفينو، وجوج ديال الماء كيعطيكم البطبوط ديالكم العجينه ديالو متماسكه وقياس ماشي مطلوقه وماشي قاسحه. صافي غادي نعجن كيف ما شفتوا، ودغيا بسرعه غادي نحيدها ونغطيها نخليها تخمر. هنا غادي ندير شويه ديال الزيت باش ما يلصقليش في الميكا ملي يجي طالع هكا الا درت ليه بلاستيكه، ونغطيه بواحد البلاستيكه ونخليه تقريبا واحد ربع ساعه راه كيجي طالع. صافي وكنبدا كنشكلو مباشره يعني ما كنتسناش عليه. صافي من بعد ما طلع يعني هو هذه هي العجينه ديالنا، غادي نعاود نحيد من هذاك الهواء اولا ديك الخميره، غادي نحيد منه هذا الهواء كله نفرغه. وصافي غادي نشكل بطبوطات، انا ما غاديش نديرهم بالقطعه، ندير بطبوطات اللي هما شويه المهم موين ماشي كبار ماشي صغار، ونقرصهم هكا كيف ما شفتوا في الفينو. غادي نحاول نجمعوا بهذه الطريقه هذه الفينو الاخوات السميد الناعم، يعني هذه هي السميه ديالو عند الاخوات اللي في يعني في الدول العربيه الشقيقه. صافي غادي نحاول نديرهم بهذا الشكل هذا، وغادي نقرصهم بطريقه عاديه. دائما حاولوا تقرصوا بالداخل ديال الكف ديالكم، ما ديروش الاصابع بحال هذا الشكل هذا راه كيبقاو متراصيين، حاولوا تبقاو ديروا بالكف ديالكم باش تجينا البطبوطه ما مرسوميش فيها الصباع. صافي وغادي نحطو حتى غادي نساليهم كاملين، غادي نعاود ما نصبرش عليه بزاف يعني تقريبا واحد ربع ساعه اخرى. صافي ونبدا كنطيبو،
ديروه في المقله الثقيله اولا في اي مقله عندكم. صافي هذا هما المخامر ديالنا ولا البطبوط ديالي. غادي نغطيه كما قلت لكم واحد من 10 دقائق حتى ربع ساعه. دابا الجو سخون يعني دغيا كيخمر، وغادي ندير المقله تسخن يعني في مقله ما كتلصقش بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نطيبو. هنا كنت كنصور المراحل ديال كل بطبوطه فاش كيتنفخوا، ولكن صافي التليفون عمر ليا وطفى، يعني ما صورتش المراحل ديال البطبوط حتى يعني تساليتو. عاد هكا صوبت التليفون ديالي لانه كان عامر بالصور، واضطريت باش نمسح منه باش نلقى نكمل التصوير ديال هذا الفيديو هذا. انا راه كنبقى نقلبوه كيبقى يتنفخ، ولكن صافي هنايا حتى ساليت غادي نكمل البطبوط. وفي هذه اللحظه هذه راه دايره الخضر كيتسلقوا باش نصاوبوا هذيك السلطه اولا ديك الشلاضه اللي هذيك المقبله اللي كترافق لينا القطبان ديالنا. صافي غادي نكملهم على هذا الشكل هذا ونحيدهم. هانتوما شفتوا راه كيجي محمر ما فيهش السكر. هانتوما هادو هما الخضر اللي سلقتهم بشويه ديال الملحه وطحنت الربيع باش عاوتاني نصاوب الصلصه اللي كنلذذ بها. واحد الصلصه كتجي زوينه غادي نشاركها معكم اللي كندير هاد المقبلات هادو. هذا هو البطبوط ديالنا يعني صافي خليته هنا حتى برد، غادي نجمعوه ونغطيه حتى غادي نسالي الاشياء الاخرى هاد السلطه ونطيب هادوك القطبان. هادو هما المقادير اللي خصوني في هذيك السلطه. كاينه هاد المقارونيه ديال الفيس، كاين الجزر مسلوق في شويه الماء والملح، اللوبيا، البطاطا، الباربا، الزيتون مقطع، الربيع، واحد العلبه ديال الطون. يعني كتجمعوا داكشي كاع اللي عندكم بالنسبه لهاد الصلصات هادو اللي غادي نستعمل، والملحه والخل وشويه زيت الزيتون. ما حطيتهاش هنايا، هنا درت واحد الكميه كثيره ديال الربيع، يعني الا ما بغيتوش نتوما ربيع ما تكثروش، ولكن انا كيعجبني فهكا في هذه الكميه اللي كثيره كيعجبني نكثروا الربيع الجديد ماشي ديال المجمد. وزدت عليه واحد الكميه ديال زيت الزيتون، غادي نزيد الخل، وغادي نبقى نضيف هنا، غادي نضيف الملحه. هنا كنحاول نحيد منها واحد الكرات كيكونوا قاسحين باش ما نلقاوهمش هكا اللي كلف، يعني بقاو ياكلوها يلقاو حبيبات ديال الملحه، فضروري هكا اما نغربلوها اما شويه ديال البزار. وهنا هاد الصلصه الجزائريه كتجي رائعه، الصوص الجزائريه كتعطي واحد اللذه اللي هي زوينه لهاد الاشياء ديالنا، هاد السلطات اولا بزاف ديال الحاجات. وهذه من احسن لي صوص، وهي هادي البنات كنصحكم تاخذوا هاد بيكي، هادي من اروع الصلصات لذيذه بزاف، كتعطينا واحد اللذه لاي حاجه درتوها، سواء في يعني في المخبوزات سواء في اي حاجه، او المايونيز بطبيعه الحال. كيف ما يمكن ديروا اي حاجه بغيتوا، ممكن ديروا غير الحامض وديروا اولا الخل والبزار والملح والزيت، راه كيعطينا حتى هو مذاق رائع. ولكن هاد الصلصات صدقوني كيعطيونا واحد اللذه هائله بزاف. نخلطهم مزيان، والربيع ضروري يكون جديد ما نديروش ديال المجمد. هنا نزيد شويه ديال المايونيز باش هكا تطلق لي هاد الصلصه. صافي غادي ناخذ هذيك المقارونيه ديالي، غادي نحيد واحد شويه ديال هاد الصلصه ونخلطها هي الاولى هي هادي. من بعد هنا تقريبا واحد زلافه ديال هاد المقارونيه هي اللي سلقت في شويه ديال الماء والملحه وضفت لها الزيتون مقطع. غادي ناخذ غير شويه شويه من هاد الخضر كاع اللي عندي، تبقى اختياريه. هنا واحد العلبه ديال المايس الا كاينه ديروها كتعطي واحد اللذه حتى هي، واحد المنظر اللي هو زوين. انا ما متواجداش عندي علبه ديال الطون، صفيتها من الزيت. وغادي نضيف كلشي الا الباربا، ما غاديش نديرها مع هذه باش ما هكا ما تاثر ليش على اللون. وغادي نضيف عليها هذه الصلصه كيف ما شفتوا ونخلطها، كتعطيها واحد اللذه اللي هي رائعه. هذوك الصلصات اللي خلطت كيعطيونا واحد المذاق اللي هو هائل بزاف. صافي غادي نخلط بهذا الشكل هذا. ممكن ديروا الروز، ممكن ديروا اي حاجه بغيتوها، يعني ماشي ضروري هذا النوع ديال هاد لي بات هادو. وغادي نضيف البطاطا بنفس الطريقه، كنبقى نضيف عليهم واحد المعلقه ديال هاد الصلصه ونخلط. كتبقى الملحه كتذوقوها وكتبقى كتزيدوا على حسب الذوق ديالكم، يعني بالنسبه للملح على حسب شنو كتفضلوا، واش تكون زايده اولا. المهم كتذوقوا وكتزيدوا الملحه. وغادي نخلطهم كامله بهذا الشكل هذا. نضيف هنايا الجزر، وغادي نضيف ايضا الباربا، ونخلطهم مزيان ونبدا. صافي كنحط في الصحون ديالي صحن التقديم هنا في اخر لحظه كما قلت لكم، حتى شويه راه درتها يعني كتسخن. صافي ملي كنبغيو نحطوا الوجبه ديال الغداء اولا العشاء، انا كنبقاو نسربيو بهذا الشكل هذا، وكنطيبوا القطبان ديالنا باش يبقاو سخان، وكنبقاو نحطوا يعني كتحطوا السلطه ديالكم بهذا الشكل هذا. كيجي المنظر ديالها رائع، وايضا يعني بدلو شويه من هذاك المرقه والطاجين وداكشي الثقيل مع هذا الصيف هذا،
فكيبقى هذا من الوجبات اللي كيبغيوها الدراري بزاف، وحتى حنا يعني كتكون لذيذة مرة مرة نبدل، واخا انها بسيطة وسهلة في التحضير. صافي القطبان ديالي عاد دابا كان غادي نحطهم يطيبوا، الاحسن يعني الا درتو المجمر او الفاخر يعني كيكون احسن بكثير، ولكن هذه بعض المرات راه كتنفع بهذا الشكل هذا في وجبات اللي هي سريعة وكتغنينا اننا نبقاو هكا نشعلوا الفاخر ونقادو. صافي غادي نبقى لهم حتى غادي يطيبوا ان شاء الله. هذيك التتبيله اللي شاركت معاكم راه كتعطيها واحد المذاق كيجيو فتيين، ما كيقساحوش نهائيا، ما كيكونوش ناشفين. نتمنى ان شاء الله تجربوها، والبطبوط ديالنا بعد ما طاب هو هذا، هذيك الشلاضه ديالنا والقطبان على هذا الشكل هذا، شويه المطيشه وشويه البصله. صافي وحنا كنطيبوا باش يبقاو سخان واحد البراد ديال اتاي. هذه هي الوجبه ديال الغداء اولا العشاء. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الفكره ديال الوجبات، وقولوا لي الا عجبكم بحال هذه الوصفات اولا بحال هذه الفيديوهات. ان شاء الله نبقى نحط لكم من هذه النوعيه هذه، يعني ما نبقاش مقتصره غير على الحلوه. اي وصفه بغيتوها كما كنت كتبت لكم في البوست، البنات اللي سولوني على الوصفات الخميره البلديه، ان شاء الله قريبا غادي نرجع معكم الوصفات ديال الخميره البلديه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنسونيش من اللايكات دائما والبارتاج مع الاحباب. وصلنا لنهايه الفيديو، الى وصفه اخرى ان شاء الله، الى اللقاء.